طبعا في يوم 11 سوف تكون استمرار لثورة تشرين العظيمة التي خرجت لإسقاط النظام، هي نجدد العهد والوفاء والولاء لدماء شهدائنا الذين سقطوا بثورتهم ضد الظلم ضد الفساد ضد الأحزاب. طبعا هاي الذكرى هي راح تختلف عن الذكريات السابقة، سوف يكون هناك اعتصام مفتوح، سوف يكون هناك رفض لمجالس المحافظات، رفض لجميع الكيانات والناشئة والنواب الذين تسلقوا على تشرين لا يمثلون تشرين. تشرين هي ثورة احتجاجية، ثورة عفوية خرجت لإسقاط النظام ولإسقاط الميليشيات والأحزاب التي دمرت هذا البلد من 2003 إلى حد هذه اللحظة. نطالب بإسقاط النظام وجميع من تلطخت أيديه بدماء العراقي ومن سرق المال. غدا ستصادف ذكرى انطلاق ثورة تشرين العظيمة، الثورة التي سالت بها دماء شبابنا الأبرياء بالرصاص، سلطة جائرة ومظلمة سفكت دماء الأبرياء في العراق. حقيقة ستكون هناك حضور كبير من محافظة ذي قار إلى ساحة التحرير، وأيضا ستكون تظاهرة في ساحة الحبوبي في مركز مدينة الناصرية لتذكير النظام السياسي وميليشياته بأن ثورة تشرين ما زالت قائمة وأن شبابه مصرين حتى الرمق الأخير بمحاسبة قتلة المظاهرين والكشف عن المغيبين وأيضا محاسبة الفاسدين وأيضا رفض الحكومة سياسة الحكومة المركزية وأيضا إلغاء الضغط على الغاء مجالس محافظة لأنها تعتبر حلقة زائدة وهي مطلب من مطالب ثورة تشرين والذي أصرت الحكومة على عادتها تحديا لشباب تشرين.